انتظرنا فيه هدف سوداني. المنتخب السيراليوني يفاجئ السودان بمقاسية من فوفانا السيراليوني. من فريق التقدم 1-0، التقدم لأسود سيراليون. كرة غيرها بلمسة وحيدة، فاجأ من خلال الحارس أكرم الهادي. كان طليق المهاجم الشيكا فوفانا يمنح السيراليون التقدم عند الحسب تهديف السيراليوني. شوف الإعادة مرة أخرى، لكن الخطوة الكبير كان من أمير كمال. أمير كمال أعطاه الفرصة تخلص من الرقابة فوفانا، وفوفانا يسجل هدف التقدم. فوفانا يعني لقب شايع في كوت ديفوار، يذكرنا بيوسف فاليكو فوفانا النجم السابق لكوت ديفوار، وايضا كان لاعب محترف في فرنسا مع نادي موناكو. اذا